كل عطلة وراها دوام، وكل دوام يراد لعطلة. كل فصل إلى عنوان، وكل جلسة يراد لها جدول. بهالطريقة يمكن يحكي لسان حال النواب اللي لازم يداومون خلال يومين ثلاثة ويستأنفون الفصل التشريعي الجديد بالسنة التشريعية الثالثة. المستحقات هواية والملفات واقفة بالباب. ناس تريد تستجوب القادة الأمنيين، وناس تريد تبلش بقانون الانتخابات، وأكو هواي سوالف غيرها. عوفكم من كل ذني رغم أهميتهن، لكن المعركة الأولى لمجلس النواب هي لو سد الشواغر الوزارية، لو استجواب وإقالة وزراء جدد، لو ثينهن يمشن عسد شسوة ويسابقن شنهن الخميس والجمعة. كل من يقول أنا أسلم على السبت، أما السبت هنا فهو رقبة العبادي، بمعنى إذا صارت الاستجوابات أولاً فراح يوقفون حكومة العبادي على تكرجل. أما إذا أبو يسر تلاحق نفسه وجاب المرشحين وسد الشواغر الوزارية فراح تتنفس الحكومة وتنتجي. اللي عندنا بهالخصوص هو أن الاستجوابات جاهزة قانونياً وأوراقها كاملة، وممكن بأول جلسة يبلشون بيها، والمستجوبين هم سلمان الجميلي وزير التخطيط والتجارة وكالةً، إبراهيم الجعفري وزير الخارجية، فلاح الزيدان وزير الزراعة، عديل أحمود وزيرة الصحة، وياهم صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الاتصالات. زين، شنو خطورة البدء بالاستجوابات قبل سد الشواغر الخمسة؟ الخطورة أنه إذا صارت فممكن تسقط الحكومة بحال انقالوا الوزراء الأربعة. ولا تنسون فريق العبادي عندنا نقص خمس وزراء، فإذا انضافوا لهم أربعة تفقد الحكومة نصابها وتطلع من الملعب وما يفيدها لا وقت ضائع ولا تأخير لعب. لذلك اللي تسرب لنا من كواليس سليم الجبوري انه بجلسه خاصه ناقش الموضوع ويا مجموعه نواب وبين ميله لسد الشواغر اولا، حتى لا يبدو الموضوع وكانه اكو استهداف مقصود للحكومه ورئيس الوزراء، وكانه منطق الجبوري يقول خلينا نثبت الحكومه ونلحق على الاستجوابات. بس هي حتى الشواغر من يقول العبادي راح يقدر يحسمها قبل ما يبلش موسم الاستجوابات والاقالات؟ سؤال مو يم الغيب بل يم الكتل والعبادي، وهاي الكتل متفاوتة بترشيحاته والعبادي متفاوتة قناعاته. مثلا حقيبة الدفاع شبه انحسمت للكتلة الوطنية الأياد علاوي والمرشحين، أما فلاح النقيب أو هشام الدراجي مع ترجيح لكفة النقيب. وعندك الداخلية ماكو غير قاسم الأعرجي رئيس كتلة بدر النيابية، واللي ما إلى منافس غير قاسم الأعرجي. بعد المالية شنو أخبارها؟ المالية بعد إقالة هشام زيباري بالضيم يلتنشد عليه، لأن لحد اليوم البارتي ينفي تقديم أي مرشح للوزارة، ويوضح بأنه اختيار المرشح البديل راح يكون من اختصاص قيادة الحزب حصراً، وهي اللي تبلغ الكتلة بوقتها. بس الحكي بيناتنا، المالية مالها غير روج نوري شاويس. أما التجارة فالعبادي لازال مصر أن يشوف حقيبة ليوسف الأسدي، لذلك من ما مشي عن نقل نقل للتجارة. عاد راح يمشي لو لا والله تيم الله وأعضاء مجلس النواب. هسه شبقانا وقتنا الصناعة، ويبدو أنه العبادي مقتنع جدا بشخصية تركمانية تكنوقراط معدلة ممكن يشغل الفراغ اللي تركه الوزير الصدري محمد الدراجي بعد استقالته، ويشيل الحمل عن محمد الشيع السوداني الوزير وكالة، ويخليه متفرغ بس لدوخة الرواتب مال الرعاية الاجتماعية. يعني بصراحة دوخة وسالفة يرادلها ترمز جاي من هذا الإيراني أبو 5000، وكل الواحد يقعد بالبرلمان ويسمع طلايب النواب، وكل ربع ساعة يصب الاستكان ويتونس جدل على مفاجآت، على كسر عظم، على ملاوات، على تصويت بآخر لحظة. أكشن يسوى المتابعة. خلونا نتابع ونشوف لي وين توصل. وكل عطلة وراها دوام، وكل جلسة وراها مصيبة، وربك الحافظ.